السلام عليكم طلابي الأعزاء، الله يعطيكم العافية. بدأنا بشرح المواقع السكونية، تحدثنا عن ضغط السائل، اليوم بدنا نكمل بضغط السائل. في عنا عدة تفسيرات أو تعليلات، ونحل لنا كم سؤال منكون هيك إن شاء الله تمكننا من ضغط السائل، ومننتقل لموضوع آخر. بشكل عام إحنا أخذنا قانون ضغط السائل، كان بيعتمد على كثافة السائل والتناسب طردي. بتغيير كثافة السائل من مي لزيت لكحول بيختلف الضغط، تمام؟ وكل ما كانت كثافة السائل أكبر بيكون الضغط أكبر. بيعتمد على العمق بشكل طردي، كل ما زاد العمق معنى ذلك أنه الضغط بيزداد، وبيعتمد على تسارع الجاذبية الأرضية أيضا بشكل طردي. فكلما زاد التسارع أي كلما انخفضنا إلى الأسفل بيزداد ضغط السائل. لكن لو عملنا هذه التجربة على سطح القمر هناك التسارع قليل، تسارع القمر خلينا نسميه، فبالتالي الضغط هناك بده يكون قليل، تمام؟ وهذه جيم بنعتبرها تقريبا على مستوى سطح البحر تقريبا 10 متر لكل ثانية تربيع، أو 9.8 إحنا بنقربها لعشرة، تمام؟ ننتقل للتفسيرات. معطيني سؤال، سمكتين واحدة كبيرة والثانية صغيرة، تمام؟ موجودات تحت سطح الماء وعلى العمق نفسه. خلينا نيجي نرسم، هاي نفترض إنه هنا في عنا ماء، وهي في عنا سمكة، سمكة كبيرة بغض النظر، وهي سمكة صغيرة، موجودات على نفس العمق يعني ال نفسها، تمام؟ أيهما يكون الضغط عليها أكبر؟ فسر إجابتك. هلا بدنا ندرس أنو الضغط عليها أكبر، ضغط السائل على مين أكبر. بما إنه موجودات بنفس الماء يعني الكثافة نفسها، خلينا نفترض موجودات بماء كثافتها 1000، فالثنتين موجودات عند نفس الكثافة بنفس الوسط، العمق نفسه لأنه قاله، وتسارع الجاذبية تقريبا 10، فبالتالي الضغط راح يكون عليه متساوي، كونه كثافة السائل نفسه والعمق نفسه وتسارع الجاذبية نفسه. إذا لا يعتمد الضغط على واحدة كبيرة وواحد صغير، ما بيعتمد على كثافة الجسم، بيعتمد على كثافة السائل، ما بيعتمد على إنه هاي سمكة كبيرة وسمكة صغيرة. فالإجابة كالآتي، الجواب، إذا يكون الجواب الضغط على كلتا، الضغط متساو أو ضغط السائل متساو على كلتا السمكتين، كلتا السمكتين، تمام؟ إذا الضغط متساوي على كلتا السمكتين لأنهما على نفس العمق، نفس العمق ونفس كثافة السائل، والتسارع على كلاهما ثابت، اللي هو 10 ثابت، تمام؟ ولا يعتمد ضغط السائل لا يعتمد ضغط السائل على، ما في بالقانون كتلة أو أي هذا كبير وهذا صغير، ولا يعتمد ضغط السائل على حجم السمكة أو كتلتها، تمام؟ فبالتالي بما إنهن بنفس الكثافة بنفس العمق والتسارع عليه نفس الشيء، فهذول الثلاثة على السمكتين نفس الإشي، بالتالي الضغط متساوي عليهن. سؤال آخر تفسير، بقول لك لماذا يتم تركيب فتحة الماء في الخزان الذي يزود المنزل بالماء بالأسفل؟ يعني عندنا خزان الماء، تمام؟ البربيش اللي بنزل مي أو بودي مي على البيت بكون مشبوك من هذه الفتحة بأسفل الخزان ومن عند القاعدة، شو السبب؟ الجواب كالآتي، لأنه بنعرف إحنا بأسفل بكون العمق أكبر ما يمكن، فبالتالي الضغط يكون أكبر ما يمكن في أسفل الخزان. السبب لأن الضغط يكون أكبر ما يمكن في أسفل الخزان، ليش؟ لأنه العمق كبير، اللي يعني هاي النقطة في فوقيها سائل أكبر ما يمكن، العمق كبير، فبالتالي يكون إذا الضغط كبير يكون تدفق الماء كبير جدا أو سريع في الأسفل. وإنت معني لما تفتح الحنفية ما تكون تنقط أو المي ضعيفة، بهمك تكون ضخ عالي، ضخ كبير، وإنت تتحكم فيها زي ما بدك، من خلال تقلل أو بتزيد الفتحة، بتوسعها، بتقللها، تمام؟ بس أنا بهمني يكون ضخ الماء عالي وأنا أتحكم فيها زي ما بدي. سؤال
آخر، لماذا يزداد سمك الجدران في السد؟ سمك الجدران في السد كلما اتجهنا نحو القاعدة، عند قاعدة السد سمك الجدار بكون جدا سميك، وكل ما ارتفعنا بقل السمك، تمام؟ إذا ليش بيصمموا من الأسفل بحيث يكون سمك القاعدة كبير؟ الجواب نعرف، لأنه الضغط في الأسفل يكون أكبر ما يمكن، كون العمق كبير جدا، تمام؟ فبالتالي بده يكون في ضغط أكبر، فلازم يكون سميك مشان يتحمل هذا الضغط. لو ما كان سميك ما بتحمل هذا الضغط، فبالتالي خلينا نقول بينكسر السد، بتفجر إلى آخره. إذا يكون لأن الجواب لأن الضغط في الأسفل، وبقصد فيها في أسفل في القاع، في قاع البحر، في قاع على سبيل المثال البحر، يكون أكبر ما يمكن، تمام؟ لأن العمق كبير، العمق كبير، فبالتالي يكون سمك الجدار كبير جدا كبير جدا في القاعدة حتى يتحمل هذا الضغط، هذا الضغط الكبير. سؤال آخر بسألني، لماذا لا يختلف مقدار الضغط الواقع على جدار سد عند عمق معين مهما زاد طول البحر وعرضه؟ يعني خلينا نفترض انه في هذا السؤال، خلينا نفترض انه هالكد كان طول البحر، وطول البحر وعرضه، تمام؟ بهذا الشكل، خلينا نفترض رسم تقريبي انه كان في عندنا بحيرة هالكد طولها وهالكد عرضها. هلا لو زاد الطول والعرض، خلينا نفترض انه زاد الطول والعرض لهذه البحيرة، هل يختلف الضغط الواقع على جدار السد؟ أكيد ما بيختلف، لأنه أصلاً الضغط السائل لا يعتمد على الطول والعرض، وإنما يعتمد على العمق. فبالتالي إذن الجواب لأن الضغط على عمق معين، على عمق معين، لا يعتمد على كمية الماء، لا يعتمد على كمية الماء الموجودة في بحيرة السد، أنا بقصد فيها لا يقليد طول البحيرة وعرضها، ما بيعتمد كديش طولها وكديش عرضها، ولكن يعتمد على العمق فقط، تمام؟ ويكون ثابت عند عمق معين. إذن على سبيل المثال لو أخذنا نقطة، خلينا نأخذ نقطة هان، أسميها النقطة ألف، تمام؟ وعلى سبيل المثال الضغط عندها كان، خلينا نسميه سين، وزدنا طول هالبحر وعرضه، العمق ما تغير. إذا ظلينا نزيد في طول البحر وعرضه، نزيد كمية الماء، هان الضغط ما بتغير، بتغير في حالة واحدة، إذا نزاد الارتفاع. إذا زدت الماء، يعني على سبيل المثال حطيت هنا حجزت المياه وارتفعت المياه، فبالتالي إذا ارتفعت المياه فوق النقطة ألف أكثر من هذا المستوى، معنى ذلك زاد العمق، وإذا زاد العمق بزداد الضغط. لكن بزيادة طول البحر وعرضه ما بيختلف الضغط عند ألف، إلا إذا زاد ارتفاع الماء فوق النقطة ألف. سؤال آخر بسألني، كيف يمكن أن تملأ قارورة بلاستيكية، يعني كزازة بلاستيك بالماء، دون أن تدخل الماء من فوهته؟ يعني مش بدون ما أفتح الغطاية وقعد أعبي فيها من الفوهة، لا، بدي أدخلها بطريقة ثانية بحيث أنه ما أدخل الماء من الفوهة ويبقى داخل القارورة. الإجابة كالآتي، أني أثقب هذه اللي هي القارورة البلاستيكية أو الكزازة البلاستيكية من الأسفل، ووضعها في حوض مملوء بالماء حيث يكون مستوى الماء مساوي تقريب لمستوى الفوهة، مع ترك فوهة القارورة مفتوحة. لازم تكون الفوهة مفتوحة، يعني ما في غطايا على هذه القارورة، فبالتالي بفعل الضغط الجوي للهواء على الحوض يدخل الماء إلى القارورة من الثقب، ويستمر في الارتفاع حتى يتساوى ارتفاع الماء في الحوض مع ارتفاع الماء في القارورة. عندها بكون الضغط لهذا السائل يساوي الضغط الجوي، فبالتالي ببطل تدفق المياه إلى القارورة. إذن في البداية بدي أجيب قزازة مي، خلينا نقول، وتركها مفتوحة،
وتركها مفتوحة من فوهتها وأعمل فيها ثقب من الأسفل وأنا حطها في حوض مملوء بالماء. فبفعل الضغط الجوي رح يضغط الضغط الجوي على هذه القارة، فبالتالي السائل رح يرتفع ورح يدخل فيها لحد ما يتساوى ضغط السائل مع الضغط الجوي، رح يبطل يتدفق الماء إليها. طول ما هو الماء بالوعاء أو بالقارورة البلاستيكية، قصد بالحوض، طول ما هو الماء بالحوض أكثر من الماء بالقارورة البلاستيكية رح يكون في ضغط جوي أكبر، فبالتالي رح يضل الماء تتدفق لا حد ما يصير ارتفاع الماء في القارورة البلاستيكية والحوض متساوي، بالتالي رح يتوقف اللي هو تدفق الماء بسبب تساوي الضغطين اللي هو الضغط الجوي مع ضغط السائل. تمام. سؤال آخر، كل قام طالب بربط بالون منفوخ بثقل، تمام، وقام بإلقائه في بركة ماء. هذا البالون ربطه بحجر وزدته في بركة ماء، فانغمر الثقل مع البالون داخل البركة. ماذا تتوقع أن يحدث للبالون؟ أكيد حجم البالون رح يقل واحتمال ينفجر، لأنه في ضغط من الماء على هذا البالون رح يكون أكبر من ضغط الهواء بداخله، لأنه الهواء اللي بداخله يعني إشي بسيط جدا مقارنة مع ضغط الماء عليه، فبالتالي حجمه رح يقل واحتمال هذا البالون ينفجر بسبب ضغط الماء عليه. سؤال آخر، معطيني وضع شريحة زجاجية على إحدى نهايتي أنبوب مفتوح من الطرفين. تخيل أنه في عنا أنبوب بهذا الشكل مفتوح من الطرفين، وضعنا شريحة زجاجية بحيث أنها سكرت هذا المدخل للأنبوب، وكانت مساحتها أكبر من مساحة الفوهة زي ما رسمنا، بحيث أنه أغلقتها تماما، ومن ثم أدخلت بشكل رأسي وجبنا وضعناها بحوض مليء بالماء بشكل رأسي، وعند عمق معين وعلى ارتفاع ظلت تنزل، وعند ارتفاع معين توقفت واستقرت داخل هذا الوعاء دون أن تسقط الشريحة الزجاجية. ما تفسيرك لذلك؟ السبب أنه تولى الضغط السائل من الاتجاهات جميعها على الشريحة، فبالتالي بقيت مستقرة مكانها دون أن تسقط. إذن تولى الضغط على هذه الشريحة من جميع الاتجاهات وبقيت مكانها بشكل عمودي، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه في عنا الضغط من هذا، فبقيت مكانها دون أن تقع. تمام. سؤال آخر، بكل تطفو بيضة في الماء المالح. لو جبنا وعاء في ماء مالح وضعنا فيه بيضة، بلاحظ إنه هذه البيضة تطفو على السطح. أو جرب أن تعملها، جيب كاس وحط فيها مي وجيب بيضة، تمام، ضع البيضة في الماء، راح تلاحظ أنها راح تغوص داخل الماء. ضع ملعقة ملح وظلك زيد بالملح وحرك، راح تلاحظ أنه مع تحريك الملح راح ترتفع البيضة وتطفو في الماء المالح. الجواب كالآتي، لأن كثافة الماء المالح أكبر من كثافة الماء العذب، يعني لو قلنا كثافة الماء العذب 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، ممكن تكون كثافة الماء المالح 1250 كيلو جرام لكل متر مكعب، بمعنى أنه كثافة الماء المالح أكبر. وشو علاقة الضغط مع الكثافة؟ علاقة طردية، كل ما كانت الكثافة أكبر فبالتالي يكون الضغط من الماء المالح على البيضة أكبر، تمام، الماء بضغط عليها بشكل أكبر فترتفع إلى الأعلى. وفي الماء العذب بدي يكون الضغط أقل من الماء المالح، فبالتالي بدها تغوص للأسفل كون الضغط أقل. سؤال آخر، بكل السباحة في البحر الميت أسهل من السباحة في البحر الأبيض المتوسط. نفس السؤال اللي جاوبناه قبل شوي، كثافة الماء في البحر الميت اللي هو ماء مالح بدها تكون أكبر من كثافة الماء في البحر الأبيض المتوسط، لأنه بنعرف البحر الميت مالح، فكثافة الماء فيه بدها تكون كبيرة. معنى ذلك أن ضغط الماء في البحر الميت كبير، تمام، فيرتفع السباح
للأعلى زي البيضة برتفع للأعلى بسبب أنه الكثافة أكبر، ضغط من الماء أعلى، فبالتالي بده يكون بصعوبة لا يغوص للأسفل. كل ما كان ضغط الماء أكبر بالتالي بصعوبة. هلأ السباحين لما يغوصوا في البحر بينزلوا لمسافات معينة إلى عمق معين، بعد ذلك بتصير كل ما تحاول تنزل للأسفل بتواجه صعوبة. شو السبب؟ لأنه العمق زاد، وإذا زاد العمق بالتالي الضغط بده يزداد، فبالتالي صعب تنزل للأسفل بسبب ضغط المياه عليك اللي بيرفعك للأعلى. وهنا نفس الفكرة، إذا كل ما زاد الضغط كل ما كانت صعوبة في الغوص أو النزول للأسفل وبرفعك الماء للأعلى. سؤال آخر بقول: تستطيع السمكة الصعود والهبوط داخل الماء بسهولة؟ طبعا بسبب شكلها الانسيابي اللي بمكنها من لأنه جسم هذه السمكة بيحتوي على مثاني هوائية بتقدر تعبيها بالماء، فعند لما تمتلي هذه المثاني الهوائية بالماء بتهبط السمكة للأسفل، تمام؟ ولما تفرغ هذه المثاني الهوائية من الماء بترتفع للأعلى. بدأ عمل الغواصة. الغواصة لما بدها تهبط للأسفل بده يكون فيها خزان بزيدوا المي فيه أو كمية المياه اللي فيه، فبالتالي بده يكون متوسط الكثافة لهاي الغواصة بزيد فبالتالي تهبط، ولما يفرغوه من الماء متوسط الكثافة بده يقل فبالتالي ترتفع إلى الأعلى. سؤال آخر: يواجه الغواصون في البحر صعوبة في النزول إلى قاع البحر؟ الجواب: لأنه كلما نزلنا إلى الأسفل داخل البحر يزداد العمق ويزداد ضغط المياه وتزداد الصعوبة للنزول إلى قاع البحر إذا زاد ضغط المياه برفعك للأعلى، صعب تنزل للأسفل. سؤال آخر بقول لك: في أنبوب على شكل حرف يو، تمام؟ في عندنا أنابيب زجاجية بتكون مفتوحة من الطرفين على شكل حرف يو بسموها، تمام؟ وضعنا فيه من هذا الجانب ماء ومن الجانب الآخر زيت بنفس المقدار. لوحظ إنه ارتفاع الزيت في هذه الشعبة أعلى من ارتفاع الماء، يعني ارتفاع الماء أقل وارتفاع الزيت أعلى، يعني قيل يكون ارتفاع الماء أقل من ارتفاع الزيت إذا وضعنا نفس الكمية من الماء والزيت في هذا الأنبوب. الجواب كالآتي: أنا بعرف إنه مين كثافته أكبر، كثافة الماء أكبر من كثافة الزيت، صح ولا لا؟ مش بنعرف إنه كثافة الماء أكبر من كثافة الزيت، فبالتالي يكون ضغط الماء أكبر من ضغط الزيت، فبالتالي الماء بده يضغط أكثر، بمعنى إنه راح يرفع الزيت بشكل أكبر. أو باختصار: ضغط الماء على الزيت أكبر من ضغط الزيت على الماء فينخفض مستوى الزيت مستوى الماء ويرتفع مستوى الزيت. هذا بضغط أكثر، معنى ذلك هذا بده ينزل ويرفع هذا، تمام؟ الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. بنكمل إن شاء الله الحصة القادمة بعد ما أنهينا ضغط السوائل، بدنا ندرس الضغط الجوي وضغط الغازات قبل لا ننتقل إلى قاعدة باسكال. كمان مرة شكرا لكم، بتمنى تشارك الحصة مع زميلك، خلي الفائدة تعم على الجميع، وبتمنى لكم التوفيق جميعاً.